بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هناخد الستريب بورد المانيفاكتشرر بتاع الايه بتاع الستريب بورد، عمليه تصنيع الستريب بورد. يعني ايه كلمه ستريب او ستريبس؟ ستريب يعني شريحه، خلاص. ستريب بورد البورده ذات الايه الشرائح. ليه بنقول عليها ذات الشرائح؟ لان هي من تحت عباره عن شرائح من النحاس، شرائح متوازيه من الايه من النحاس. الشرائح دي متخرمه من فوق، عباره عن ايه فيبر. ما بيجي احط المكونات، بحط المكونات منين؟ من فوق. والحم منين؟ من تحت، عن طريق الايه، تحط البورد على الستاند تبدا تلحم بالايه بالكون. طيب عايزين نعرف التوصيل بتاعها عامل ازاي. لو جينا رسمناها تطلع عباره عن ايه؟ ده المنظر من تحت، شكلها منين؟ طبعا البورده دي بتبقى ايه؟ متخرمه كده، هتعمل كده بالظبط في الايه؟ خلي بالك جزء ده ايه؟ بي 5. طبعا بقى انت هيبقى معاك استيكتك وقلم الرصاص ومسطرتك وعايش حياتك. بس دي مصنوعه من ايه؟ مصنوعه من الفبر والايه؟ والنحاس. يبقى اتس ميد اوف فبر اند ايه؟ كفر. مصنوعه من الفبر ده عازل والايه؟ كل حاجة. ودي عبارة عن ايه؟ هولز، اخرام موجود. التوصيل هنا عبارة عن ايه؟ التوصيل هنا في الحالة دي هو ايه؟ افقي، يعني كل النقط دي ايه؟ واحد. مش موجودة ازاي؟ كل النقط دي متوصلة بايه؟ ببعض. خلاص، يبقى التوصيل هنا ايه؟ افقي. يبقى فيرتيكال ايه؟ فيرتيكال كونكشن. فيرتيكال ايه؟ كونكشن. طب لو كانت الشرائح كده بالطول يبقى التوصيل ايه؟ راس. على حسب ما الشرائح متوصله يبقى ايه؟ التوصيل على حسب. لو كانت افق تبقى افق، لو كانت راس تبقى ايه؟ تبقى راس. في نوع بيبقى عباره عن اخرام بس، يعني تلاقي اخرام تمام؟ دي بنسميها احنا الايه؟ بنسميها الواير بورد. بتعتمد في توصيلها على الايه؟ أسلام. على الاسلام. ما بتعتمدش على توصيلها على الايه؟ على التراكات. ده تراك من النحاس، والنحاس ماده ايه؟ موصله. فانا لما باجي احط المكون واوصل يبقى انا ايه؟ بوصل رجول الايه؟ العناصر مع بعض. طيب عايز اعمل مكونتين توالي وتوازي، في حاله التوالي هو ايه؟ كده. دي ار واحد ودي ار ايه؟ اثنين. نهاية المقاومة ار واحد هي بداية المقاومة ار ايه؟ اثنين. اوصلهم ازاي؟ اهو احط مقاومة ار واحد اهو دي ار ايه؟ واحد. نهاية ار واحد هي بداية مين؟ ار اثنين. ده دول ايه؟ توالي. طب عايز اوصلهم توازي، يبداوا مع بعض لينه ايه؟ مع بعض. ادي ار واحد وادي ار ايه؟ اثنين. ما دام هيبداوا مع بعض اهو يبقى البدايه واحده، ادي ار ايه؟ واحد. وهنا ار اثنين. فاهم الحاجه دي؟ طيب خطوات تصنيع، عايز اعمل دايره، في خطوات لازم اتبعها اثناء تصنيع الايه؟ الدايره. ستيبس
of build a circuit on string board. أول حاجة أعمل إيه؟ أحط المكونات. Place the component on the board. Place the components on a the board. حطيت المكونات أبدأ إيه؟ ألحم. أعمل عملية إيه؟ لحام. Soldering the components. طيب في احيانا نقط بتبقى بعيده عن نقط، اوصل ما بينهم ازاي؟ بالواير. استخدم اضطر هنا استخدم ايه؟ كابلات، زي ما احنا شرحنا وقلنا ايه؟ لما باجي استخدم الاي سي 3/5 في عندك ايه؟ مثلا 4 متوصله ب 8. انت فاهمني؟ فاربعه يعني لما نحط الاي سي هيبقى في مكان وعندك هيبقى الاربعه في مكان، يعني مثلا ده 1 2 3 4. لو خلينا فوق هنا 1 2 3 ايه؟ أربعة، أربعة هنا وثمانية إيه؟ فوق هنا. أو ثمانية هنا فوق. أوصل ما بينهم إزاي؟ عن طريق إيه؟ كابل. أنا مش هعرف أوصل لهم. أنت فاهمني؟ فاهمني أنا بقول إيه؟ أيوه. هرسمها دلوقتي. يبقى رقم ثلاثة putting a wire to connect. To connect إيه بقى؟ the component او the terminal of اطراف المكونات component. دي الخطوات. رابع خطوة test ايه؟ the circuit. اختبر الايه؟ الدائرة. طيب ايه اللي بيفرق ديت عن التست بقى؟ التست هناك كنا بنقول ايه؟ بنوصل ما بين الفراغات عشان الايه؟ اطراف الاي سي ما تبقاش ايه؟ لازقه في بعض فتعمل ايه؟ شورت. هنا نفس الكلام، هجيب حاجه اسمها التراك كتر وابدا افصل ايه؟ بالتراك اهو تشيل طبقة الاطراف. لازم افصل الايه؟ الاطراف واحط الاي سي بتاعي بقى، الاي سي بتاعي اهو. الطرف رقم 1 2 3 4 5 6 7 8. لما فصلت اصبح الطرف ده ايه؟ لوحده. والطرف ده ايه؟ لوحده. ده لوحده وده لوحده وده لوحده وده لوحده وده لوحده وده الايه؟ لوحده. ممكن توقف على مين؟ فهنا لما احط الاي سي هيحصل ايه؟ هيبقى الاطراف مش متوصله ببعض. وابدا ايه اوصل ده؟ انا عايز اوصل الطرف 4 في الطرف 8. ادي جايب كابل اهو الحمه اوصله مين؟ الطرف ايه؟ 8. 8. ده كان كل حاجه خاصه بالايه؟ بالستريب بورد. وده شكلها ظاهر عندك. شكلها هو من تحت عباره عن شرايح، هتلاقي هنا حتى الشرايح ايه؟ افقيه. الشرايح هنا افقيه، لما اجي اوصل من فوق اوصل ايه؟ العكس. رأس رأسي وهتوصل افق. وده ايه؟ ده شكلها منين؟ من فوق. تمام؟ ماشي.